لقائكم بكل خير ومحبة وسلام. التواصل مستمر والتحديات مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجرة العربية الأصيلة. ينطلق شوطر العاشر يحمل لنا بطيات القعدان الإذاعة حاملا لنا شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع هذا الشوط ونسير مع هذه الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا الانطلاق المميز والجميل مباشرة هناك مع صدارة هذا الشوط مع البداية والمركز الأول الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان. من يتابع أيضا الشامخ بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني التقدم والوصول من العنيد لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من لفان لهجن البدع وبمتابعة راشد بن حمد بن علي المدهوشي. من يتابع أيضا لنا لفان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم أيضا في هذه اللحظات من قبل بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني مع المركز الرابع. والمركز الخامس تقدم وصول مغازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمتابعة متعب بن مخلد بن خالد العتيبي. من يتابع لنا أيضا انطلاقة غازي مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصدارة والبداية هناك مع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مقدما لنا انطلاقة الشامخ، وأيضا متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول مع ثاني التحديات. مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل غازي أيضا بشعار سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ومتابعة متعب بن مخلد بن خالد آل عتيبي. من يقدم لنا غازي مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وقدوم من العنيد بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل بارود بشعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، بينما أتابع المركز الخامس وصول وتقدم من قبل وتين يصل في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، ويصل المشاغب محمد بن خالد العطية مقدم لنا أيضا هذا الاسم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام، ونداؤنا الثاني للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الذي يحمل الرقم واحد، وهو أيضا هناك مع المركز الأول الشامخ بتحدياته المميزة وبشعاره المميز والجميل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، ويتابع متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري يتابع ويراقب الشامخ في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع غازي مع ثاني التحديات، يتقدم غازي بشعار سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، ويتابع متعب بن مخلد بن خالد آل عتيبي مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول من وتين بشعار هجن الشحانية، ويتابع أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. والمركز الخامس وصول وتقدم من قبل اللي واصل هنا أيضا مشاهدينا الكرام سليل، نعم يصل بشعار هجن الشحانية ويضمره الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الخامس. ها هي الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأفاضل، ولكن أسماء أيضا وشعارات حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الشامخ بتحدياته المميزة والجميل. يا سلام،
الكلام، وهو لا يزال سيد الموقف في هذه اللحظات، يطمح بنقطة هذا الشوط. حاضر أيضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، ويتابع أيضا متعب بن عبد الله بن راشد آل فهيدان المري 1200 يا بن فهيدان، ركز هناك مع البداية. الله الله الله، المركز الثاني وتابع التقدم موتين لهجن الشحانية ويضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل غازي بشعار سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ومتعب بن مخلد بن خالد آل عتيبي. والمركز الرابع وصل مع المركز أيضا الثالث مشاهدينا الكرام، يصل العاصف بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري، ونقطتين في رصيده. مشكور يا البرتو على هذه المعلومات المميزة، صاحب الشوط في المحل الأول والمحل الثالث. يا سلام، إذا كفة مالية بالترشيحات. الله يا العاصف، العاصف العاصف العاصف، وأجواء الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده كيلو إلا الناموس والانتصار. إذن السلام إلى هالي عين خالد. هنا يأتي العاصف بتحدياته المميزة والجميلة، يقدم لنا هذا الأداء الرائع والجميل. إذن العاصف مشاهدين الكرام، ها هو العاصف. إذن مشاهدين الكرام يقدم لنا العرض المميز والجميل والدفع، أيضا هذا الدفع الذاتي في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي. من يتابع هذا الشعار أيضا ويقدم لنا العاصف. إذا سلام للعاصف، سلام والسلامات إلى أهالي عين خالد على هذا الفوز، والسلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني على هذا الفوز وهذا الانتصار. ومشكور يا الجربوعي على هذا الأداء المميز اللي قدمه العاصف. سلام سلام وتحية واحترام لهذا الشعار، وأيضا للعاصف على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني يصل مشاهدينا الكرام وتين بشعار هجن الشحانية مع المشاغ محمد بن خالد العطية. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل صايب بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بفاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من الشامخ بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني مع متعب بن عبد الله بن راشد ألف هيدان المري. المركز الخامس وصل هرمز بشعار هجن المرخية بمتابعة محمد بن حميد بركان الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، حضر العاصف كعادته وكعادة هذا الشعار يكون نجما في هذا الشوط ويحقق النقطة الثالثة في هذا الموسم. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. توقيت الزمن 7:33 18 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والتهاني إلى راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من قاد لنا العاصف في هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصل مع المركز الثاني وتين، وتوقيت الزمن 7:39 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام صايب، وتوقيت الزمن 7:42 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للذهبي سالم بفران المري.